وطني الكويت سلمت للمجد، تحية من البحرين إلى بلد الثقافة الرفيعة. ياخذني الاسطرلاب وياخذكم عبد الرحيم حق نشوف الشعب البحريني. تعال أمي، هاي الخارطة أي دولة؟ أي دولة معنا؟ هذي أسد. هاي أكيد ما تدري. هاي علم، هاي علم الكويت. أو الكويت أو الكويت؟ الكويت. الكويت أكيد. مالة البحرين. هاي البحرين؟ أعتقد صالح هذي العمة. ركز فيها، مشهورين في الأبراج. بس هاي الكويت عجب. حبيبي، في حدود في الكويت بسيطة، حدود برية. وايش الحدود اللي في الكويت برية؟ عندك العبدلي والخفجي. العبدلي حق اللي هو حق العراق. العراق. والخفجي بين السعودية وحق. وفي واحد ثالث راح رايح امبالي منصوب السعودية. في بعد ثالث. اي منصوب السعودية. منصوب السعودية. اي نعم. حدود البرية في الكويت يا طويل العمر العراق. العراق. اي. بس العراق؟ ما بيجي غير العراق. جريبة من السعودية بعد. والسعودية. اي. بس سالفة انت. عراق؟ السعودية. العراق والسعودية. ايه. هل تعلم ان دستور الكويت نزل في 11 نوفمبر 1962؟ في شي صار في الكويت أليم على قلبي وعلى قلب كل خليجي وعلى قلب كل غيوم. الغزو اللي صار في الكويت. الغزو اللي صار. سنة كم صار الغزو؟ 90. 90؟ اي. 91 92 هلا. سنة هلا كان. 90 واحد. اي 91 هلا. وبالتسعينات. التسعينات. انزين. في شي مؤثر علي وعلى أهل الكويت. ايه. اللي هو الغزو اللي صار. حلو. عندك خبر متى صار الغزو في الكويت؟ بسنة 90 في أغسطس. أغسطس. هاي دخلوا العراق عليهم في شهر أغسطس على ما أعتقد. أغسطس. شهر في سنة 90. في شيء أليم على قلبي وقلبك وقلب كل خليجي أو كل إنسان غيور. هي الغزو اللي صار في الكويت. نعم. حلو عمي. نعم. شنو موقف كان عمي بديك الأيام؟ يعني موقف يعني شيء يعني كلش مبزن يعني اللي صار هالشيء اللي صار على الكويت. احنا ما نرضى على الكويت، احنا كلنا دولة خليجية واحدة، صار هالشيء احنا ما نرضى على هالشيء. كنت تجيك الفترة تعرف احد من الكويت؟ اثرت موقف؟ اثرت شيء؟ اثرنا حتى ما عندي احد هناك، واحد الكل اثر على هالشيء. هالشيء اللي صار اللي مثلا دشوا في الكويت وعفسوا الكويت مثلا والحريم واللي صار، يعني هالشيء كلش يعني اليم وايد مبزن. اكيد شيء حر، كل خليجي حر هالشيء. يكون صعب عليه. وبالعكس كانوا عندنا في البحرين هني وفتحوا لهم البيوت وعطوهم بيوت وسكنوا. البحرين والسعودية بعد ما قصروا معاهم. أهلنا ودم واحد. أكيد أكيد 100% الكويتيين أهلنا وإخواننا الخليج كله. مو أي نعم الكل وقف معاهم. أنت ما صار موقف عن صوبك أو شيء ذكرك يعني كان أليم ذكرنا به؟ أنا كنت ساكن في مكان هم كانوا ساكنين فيه، البيوت اللي خذوه الكويتيين كانوا في ديات حمد دوار 12. كلهم كانوا ساكنين يمنا وكانوا عايشين معانا منهم صغار لين تربوا لين بعضهم لين موجودين بعض الموت. اي نعم. في مسرحيه الى الفنان الكبير المرحوم الله يرحمه عبد حسين عبد الرضا. اي نعم. فنان اسطوره في التمثيل. اي نعم. في مسرحيه مثلها عن الغزو اللي ألم البحرين وألم الكل. صح. عدل او لا؟ اي. وايش المسرحيه؟ شوف هي معروفه المسرحيه بس معروفه في كل معروفه محل. اي بس من زود ما هي قوية ومؤثرة. سمعنا ان كانوا بيقتالون عبد الحسين عبد الرضا حزت خروجه على المسرح. مو متذكر الاسم صراحة. كلش. ما المسرحية عرفتها بس مو متذكر الاسم. في مسرحية تقدمت الى المرحوم الى الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه. حقه قلت سيف العرب. من هو مؤلف هذه؟ ما ادري صراحة. كلش. بس اتوقع هو مؤلفها يعني. وانا اقول لك توقعك كان في محله. عبد الحسين عبد الرضا مؤلف هالمسرحيه. هل تعلم ان الكويت تمتلك خامس اكبر احتياطي نفط في العالم؟ والله ما ادري والله ما ادري. كلش والله. الكويت الكويت عمي تغشيت فيها الكويت. هذه يا طويل العمر لا. كلش ما مرت عليك ما شفتها؟ كلش. والله شوف هي مسرحهم قوي. الكويت 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 فدت الكويت. الكويت الكويت فيها كم حدود عمي؟
حدود برية؟ ممكن أربع بينه وبين بين السعودية له حدودين. حلو. كويت وعندك عراق، من العراق وعراق يعني والسعودية. هذه العراق والسعودية هي الحدود البرية الوحيدة اللي توصل للكويت. طبعاً هي عندها حدود بالعراق رقم واحد. وعندها حدود بالسعودية بعد طبعاً. أعتقد هي عندها حدود هي أربع دول بس. السعودية والعراق اللي داخلينهم. لأن هي بس السعودية والعراق. صحيح. مو أربع دول؟ لا لا بس لا. السعودية أوكي. والعراق. وإيش الحدود اللي في الكويت؟ الحدود البرية اللي في الكويت وإيش هي؟ شو يعني تبل أساميهم يعني؟ إيه؟ عندك الخفجي أعتقد صوب السعودية إلى العراق اللي هو البصرة. أيوة. عندهم حدود وياهم دلين. عندهم جزر شوية قريبة إلى إيران. أعتقد اللي هي بوبيان وفيلتشة على ما أعتقد. فيلتشة وبوبيان. تاريخ كم صار غزو الكويت؟ التاريخ بالضبط ماري بس في شهر اثنين. هو شهر اثنين. إيه نعم. أتوقع سنة 91 أتوقع. 91. الغزو يا طويل العمر طبعا مو على أيامي أعتقد. أكيد أكيد وكنا. وكنا اللي يسمع هالقصة مالت الكويت. صح صح. وكان لنا الشرف إن إحنا يعني طبعا نحتضن أخواننا الكويتيين في ديرتهم الثانية يعني. الغزو أعتقد عام 1996. لا عنده جواب غير جواب الغالي بس تبيه في التعليق وش جوابه. في سنوات الكويت صارت أحداث كثيرة وأشياء واجد مثل زمن الطاعون وزمن الهيلق وزمن الطبعة. متى صارت هالأشياء؟ شاركونا وكتبوا في التعليقات الكويتيين وأهلنا كتبوا لنا متى صارت هالأشياء في الكويت. يعطيكم العافية. أنا كنت طالب برا البحرين كان معاي كويتيين بعد عاشرناهم الجو كانوا شوية متأثرين في هالشيء ده. شاركناهم في مسيرة في مدينة نفسها اللي درسنا فيها طلعنا. شنو كان شعوره؟ تأثرنا يس تأثرنا. الكل تأثر طبعا. لأن أهلنا. لأن احنا كنا برا البحرين. أيوه. متأثرين شوية نسمع الأشياء نشوفها لايف على قولتهم هناك. ويبقون هاي ناس قطعة منهم. طبعا. وهل تعلم يا حبيبي أن الدينار الكويتي يمتلك أعلى سعر صرف في العالم؟ وايش كان احنا بشكل غزو الكويت بشكل عام يعني ما حد يحب ان ديرته تصير يعني مستباحه لاي واحد عدل. وغير يعني هاي الكويت تقول لك اهلنا انت في هالوقت هذا وايش كان موقف الالم بعد شنو الالم لانه ما حيتمنى هالشيء لاهله عدل. ما حيتمنى اللي عنده غيريه ما يتمنى هالشيء ما يتمنى هالشيء لاهل الكويت مو لاهل الكويت للاجمع لاي ديره سواء مسلم او غير مسلم وايش شعورك يوم دريت ان الغزو خلاص راح من الكويت استانسنا فرحنا فرحه كانت له هي اكيد فرحنا لانه للكيل لانه بيضرهم بيضرنا احنا عدل هالشيء طبيعي ده مهما اختلفنا في اشياء واجد يمكن بس بيضرنا اكيد بيضرنا لان احنا بلده واحده عباره نعتبر جيراننا يعني كل كم ساعه واحنا عندهم المسرحيه جايه في بالي حتى اوكي حتى طلقوا عليه نار في الطريق بعد اعتقد اسمها ايوه بالضبط صار كلامنا صادق الاختيار كذي بس بعد راح مثل اسمها يا طويل العمر والله مو جايه في بالي صراحه بس اطالعها باستمرار مو جايه في بالي الحين اي والله تعرف مقطع من نتفليكس تقول لان من هاي نفس المسرحيه هي اللي يقولون خاله شاكوش انه الخبر صح بس لابد يعني طالعت من ابطال مال الكويت عبد الحسين الرضا عبد الحسين عبد الرضا وحياه الفهد وهي كلهم لابد اساطير هذا لاني نعم لابد يعني مشيت حياتك وما قصروا كل المبدعين في الكويت 100% حبيبي ان الكويت ولاده لهنا الكويت هي الولاده في الخليج في التمثيل طبعا ودوله شقيقه وهل تعلم ان منتخب الكويت اول منتخب عربي يفوز بكاس اسيا شفت المسرحيه حلو ايه بس من المسرحيه والله مو مذاكر بس وش المسرحيه سيف العرب سيف العرب اه ما اعرف والله مؤلفها بعد عبد الحسين عبد الرضا مؤلفها بعد عبد الحسين عبد الرضا ما عندي خلفيه كل معلوم من برنامجي وبرنامج كلستر لاب عبد الحسين عبد الرضا هو نفسه مؤلف مسرحيه سيف العرب صح انت ذكرت الاسم صح المسرحيه طبعا غنيه عن التعريف سلمك الله بس الاسم شويه كان صعب علي حزت رياضه خبرك وذي من الشيء الطبيعي ان ما بنقدر في هالحلقه القصيره نتكلم لك عن عطاء الكويت الكبير
عن الأشياء اللي في الكويت الكبيرة، عن الفن اللي في الكويت. فشاركنا يا حبايبنا من الكويت في القناة. كان ياكم عبد الرحيم في حلقة الصرلاب، والسلام عليكم ورحمة الله.